الاتفاقيات طبعا جدا مهمة، ولا أستطيع أن أفكر في وقت أفضل من هذا الوقت للتعاون وبناء علاقة ثقافية وبرامج ثقافية مع فرنسا عاصمة الثقافة والفن. لذلك نحن سعداء جدا أن يكون هذا التعاون، وسعداء أيضا بأننا اليوم مع معالي الوزيرة اتفقنا على أن تكون هناك مشاركة رسمية للمملكة في مهرجان كان لأول مرة.